درسنا الجديد شباب اسمه التوازن الكيميائي، اكتبوا جنب العنوان 30 علامة في الامتحان على الأقل. من هذا الدرس في 30 علامة، يعني 300 علامة. 300؟ يعني 3 علامات. 3 من 20 أو 30 من 200. مقدمة الدرس هدية لإلك، تقرأها وتحكي لنا شو اكتشفت منها. افتحها صفحة 63. يتفكك غاز N2O4 عديم اللون بالتسخين إلى غاز NO2 ذي اللون البني كما في الصور الآتية. أول صورة شوف عديم اللون، هذا هو الغاز. الصورة بي بعد فترة زمنية بلش يتفكك، بعدين يتفكك أكثر، بعدين يتفكك أكثر، وهكذا. من يقف هنا أول سؤال. أول سؤال، هل جزيئات الغاز متماثلة في النوع والعدد في الصورتين A و D؟ مين بيقول؟ بالصورة A عندك بس اللون اللي ما له لون، هذا اللي قاله عديم اللون. اما بالصوره دي عندك غاز ثاني لونه شو؟ بني. اذا غير متماثل، يعني عندك نوعين. عندنا شو؟ نوعين. اكتب كلا. شو بدك تكتب يعني؟ طيب، ما سبب ثبات اللون في الصورتين سي ودي؟ هلا قبل ما اجاوب على هاي نزلونا على رقم 3. هل التفاعل الحاصل تام ام متوازن؟ فسر ذلك. تام يعني كل اللون، كل الغاز الاول تحول للغاز الثاني، يعني كل اللون هذا عديم اللون صار كل اللون بني، بس نحن بالصوره الاخيره ما عم نشوف كله صار بني. هسه في عندنا غاز عديم اللون وفي كمان شو؟ غاز بني، معناه هذا التفاعل ما فينا نسميه تفاعل تام. جوابه لهذا وين موجود؟ تحت. انزلونا لتحت شوي. وجود نوعين من الجزيئات في الصورة دي يدل على أن التفاعل شو؟ غير تام. تفاعل غير تام يعني متوازن. إذا تحولوا كل الجزيئات للون تاني بيكون تام. هون ما تحولوا كلهم، هون إذن غير تام يعني متوازن. جواب رقم 2، ما سبب ثبات اللون في الصورتين سي ودي بمرور الزمن؟ ثبات اللون في الصورتين، جوابه كمان تحت، اشرنا على ثاني سطر. في الصورتين سي ودي يدل على ثبات تراكيز المادة المتفاعلة، تركيز المادة المتفاعلة والناتجة بمرور الزمن. طبعا السبب انه هذا التفاعل عكوس، المتفاعل عم يعطي الناتج بمرور الزمن والناتج عم يرجع يعطي شو؟ المتفاعل. بدي يبين معنا بالمعادلة الأخيرة. يحدث التفاعل وفق المعادلة الآتية. لاحظوا المعادلة، N2O4 هذا الغاز يعطي 2NO2، في سهمين اللي فوق بنسميه مباشر رقم واحد دائما، واللي تحت بنسميه عكسي. إذا عندنا جهتين مباشر وعكسي، الواحد مباشر والاثنين عكسي. حاول خلي السهم المباشر دائما من فوق والسهم العكسي دائما من وين؟ من تحت. إيقاف. يمثل الشكل واحد، عندنا خطين بيانيين تحت، تغير تراكيز المواد المتفاعلة والناتجة بدلالة الزمن. والشكل اثنين السرعة، سرعة التفاعلين المباشر والعكسي. خلونا بالشكل واحد يلي على اليسار. شوف الخط الأحمر بيمثل تركيز المادة المتفاعلة ولا الناتجة؟ شو؟ الناتجة، لأنه أولت المسألة بيكون الناتجة معدومة. يلي ببلش من الصفر بيكون مادة ناتجة، يلي ببلش من فوق بيكون مادة متفاعلة. إذا بنحط عند الخط الأحمر تركيز المواد الناتجة،
والأزرق شو بيمثل؟ تراكيز المواد المتفاعلة. شوف المادة عم يسألك هلا السؤال. لا بالصفحة نشوف السؤال. أول سؤال بالصفحة اللي بعدها. كيف يتغير؟ كيف يتغير تركيز كل من المواد المتفاعلة والناتجة في التفاعل المتوازن؟ الجواب تحت باللون الأزرق. جواب أول واحد تحت. ينقص تركيز المادة المتفاعلة. كانت من فوق هذا اللون الأزرق، بلش ينخفض خط البياني. ويزداد تركيز المادة الناتجة لأنه بلش من الصفر بمرور الزمن. وتثبت، لون كلمة تثبت، في حالة التوازن. شوفوا آخر شيء اثنيناتهم بالخط، الأحمر طلع 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 بعدين مشي سوا، هاي حالة توازن. الأزرق نزل نزل بعدين مشي سوا، هذه حالة توازن. احنا مستقيم الأفقي بالرياضيات بيعبر عن ثابت، فثبت آخر شيء. إذا المتفاعلة بتزداد، سوري بتنقص، الناتجة بتزداد، آخر شيء بحالة التوازن بصير حالة ثبوت للتراكيز. السؤال الثاني بالصفحة اللي ورا. حدد العلاقة بين سرعتي التفاعل المباشر والعكسي عند ثبات التراكيز. تعالوا نشوف المخطط الثاني. شوف مخطط السرعة. بحالة التوازن، ليك في عندك أحمر وأزرق نفس الشيء. الأحمر المادة الناتجة سرعته عم تزداد تزداد تزداد، آخر شيء عم تثبت. شوف الأزرق المادة المتفاعلة عم تنقص تنقص بعدين تثبت. الخطين عم يلتقوا مع بعض، عم يصيروا عم ينطبقوا مع بعض. هذا دليل إنه السرعتين تتساويان في حالة شو؟ التوازن. لون لي كلمة بالجواب، الجواب موجود تحت. ثبات التراكيز يدل على تساوي، لون كلمة تساوي، سرعتي التفاعل المباشر والعكسي. عميلك سمي لي هاي الحالة يلي فيها التراكيز ثابتة، اسمها حالة توازن. إذا ونسمي هذه الحالة حالة توازن. ننزل على النتيجة اللي تحت. طبعا كلمة يحدث متى؟ متى يحدث التوازن الكيميائي؟ الجواب عندما تثبت تراكيز المواد المتفاعلة وتراكيز المواد الناتجة. شو بصير كمان؟ وتتساوى سرعة التفاعل المباشر مع سرعة التفاعل العكس. نشاط 2 وظيفة جرب فيها. ذكرونا لوين وصلنا، احفظينا.